لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل عليه سبحان الله بحمده سبحان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله بحمده وما صليناه على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وأمي ألوي وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد سقاف وجميع ساداتنا البال ومحبهم أجمعين ثم إلى أرواح الأموات أهل الزنبل والفريت والأقدار وبشار وشبيكة والمعلى والبقيع لا سيما أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وجميع أولياء الله الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح من كانت القراءة والتهليل بسببهم أبدك الفقراء إلى فيك رحمتك سلطان أولياء الشيخ عبد القادر جيلاني ثم إلى روح الحبيب أحمد رحمة الله سنن عمبل وأولاده الجميع وجميع أولياء تسعة ووصولهم وبرهم ثم إلى روسنا الشيخ محمد عثمان الإسحاق وزوجته ووصولهم وبرهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا وهدى يسعى تلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفككا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وتقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم بفضلك منك كرمك وإحسانك يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة فرنيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة